إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما قلت لكم قبيلة في البث المباشر، راه غادي نعاود لكم الدرس اللي درنا حول فوتورا. إذا إخواني أخواتي، كونسونطرو معايا مزيان، تبعوا معايا مزيان. الناس اللي ما فهموش هذه راه فرصة باش يعاود يفهموا مزيان. إذا هنا عندنا ثلاثة الجمل، من بعد غادي نصرف لكم أفعال، فيربو أسري، فيربو أفيري، وأفعال اللي كتسالي بأري، إيري، إيري. هنا كتلاحظوا اخواني اخواتي، عندنا دوماني. الشيء اللي غادي نديرو حنا كيفاش غتكلم في المستقبل. المستقبل هو فوتورو، فوتورو، فوتورو هو المستقبل، لكن كنقولو مستقبل بسيط، بسيط يعني فوتورو سامبليش، يعني قطا اش غادي دير، المهم شي حاجه اللي غادي دير في المستقبل. هنا كنقولو مثلا دوماني ساريمو، ساريمو سول ترينو، سول 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 ترينو، سول ترينو يعني غادي نكونو غدا، حنا غادي نكونو في التران. اوكي، غدا سنكونو في القطار، غدا سنكونو في القطار، سنكونو هي ساريمو. وهاد ساريمو هادي راه الفيربو اسري، اسري يعني فعل الكينونة. غادي نشوفو التصريف ديالو من بعد. بالعكس الى قلت مثلا نتكلم دابا اوجي اللي هي اليوم، اش غادي نقول؟ اوجي سيامو، سيامو يعني نحن في القطار، حنا راه كاينين دابا كاينين في القطار. اوجي ما كنتكلمش على الفوتورو، نتكلم على البريزينتي اللي هو المضارع. اوجي سيامو سول ترينو بمعنى اليوم نحن في القطار. لكن اذا تكلمنا البارح، وبين نقول لك انا راه كنت في القطار، كنت في القطار، ياري ياري هي البارحه او البارح، ياري. إذن إيرا غادي نقول إيرو، إيرو، ولكن هادي راه نفس الفعل، هو الفيربو إسري، هو هذا اللي كليت الأول. غير هنا وظفناه في الماضي، لكن هذا الماضي هذا ماشي باساتو، بروسيمو، أتنسيوني، هذا كيتسمى لإمبرفيتو، لإمبرفيتو في الفرنسي كنقولو لامبارفي، سيتادير هاد الفعل هذا كيتسمى باساتو كونتينوو، باساتو كونتينوو يعني مستمر. إيه؟ il passato continuo يعني الماضي المستمر، علاش؟ لانك كيبقى واحد اللحظه طويله. اذا انت لك انت مثلا في التران، راك في التران ماشي غتطلع وتنزل، واحد المده وانت في التران، المده وانت في التران. اذا هذا يتسمى باساتو كونتينو يعني مستمر. ايرو، ايرو سول ترينو، ايرو سول ترينو يعني لقد كنت في القطار. رددوا معي هذه الجمل وغادي ندوزو للتصريف. دوماني ساريمو سول ترينو، دوماني ساريمو سول ترينو. هنا كنتكلمو نحن، نوي نوي نحن. الا كنت انا بوحدي غنقول دوماني سارو، سارو غادي نكون، حنا نشوفوها في التصريف، غادي نكون ماذا؟ في القطار، سارو. بعد غنشوفوها، رددوا معي. اوجي سيامو سول ترينو، اوجي سيامو سول ترينو يعني اليوم رحنا في التران. نحن نوي، إذا تكلمت غير أنا بوحدي اش غنقول؟ أوجي سونو، أوجي سونو، سونو سول ترينو، سونو سول ترينو يعني رانا في التران. البارحة اللي هي ياري، ياري اش غنقول؟ ياري إيرو، إيرو بمعنى كنت سول ترينو. رددوا معي، ياري إيرو سول ترينو. إذا هنا إخواني أخواتي وصلنا ماذا؟ إلى التصريف. إذا حنا كنصرفو في المستقبل، المستقبل اللي هو فوتورو، فوتورو، كي فوتورو ديالاش؟ ديال فيربو أسري، أسري اللي هو فعل الكينونة، فعل الكينونة. كنا درنا فعل الكينونة في ماذا؟ في المضارع، في الحاضر يعني بريزنتي. أقول يو سونو، تو ساي lui è o lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. لكن عندما تريد أن تتكلم في المستقبل اللي هو الفوتور، اش غتقول؟ سأكون. شنو هي سيكون؟ هي سارو، إيو، إيو أنا، إيو ماذا؟ سارو، سارو هكذا كتكتب. سارو كنعني سأكون، سأكون غادي نكون،
غدا راه غادي نكون غنكون في روما. دوماني غدا سارو اروما، سارو اروما او ايو سارو اروما، كدير او. الى تكلمتي في المخاطب، المخاطب اش غدير؟ تو ساراي، تو ساراي، غتزيد ا اي هكذا اي، بمعنى ستكون او ستكونين. تو ساراي يصح فيها مذكر والمؤنث. تيرسا بيرسونا في الغائب غتقول لوي، لوي يعني بها هو. ماذا؟ سارا، سارا ا بمعنى سيكون، او هي، هي اللي كان يعني بها لي، لي سارا بمعنى ستكون، غادي تكون هي. كي نوي ساريمو، نوي ساريمو هادي بمعنى نحن سنكون، غادي يكون ساريمو مذكر ومؤنث. فوي، فوي اللي عندكم لتحت كنعني بها ماذا؟ انتم. ساريتي، ساريتي غادي تكونوا، ستكونون يعني بها كذلك ستكون مذكر ومؤنث. فوي ساريتي. لورو سارانو، لورو سارانو يعني هم ماذا؟ سيكونون مذكر ومؤنث. هنا غادي نكتبها لكم هنا، كي نكتبها لكم، ما كتبانش مزيان، غادي نكتبها لكم هنا. اذا قلنا نوي ساريمو في الجمع، في الجمع كنقول نوي يعني نحن هكذا، نوي، نوي هي نحن، ساريمو هكذا، نوي ساريمو. اكتبوها بحروف صغيرة صغيرة كذا، نوي ساريمو هكذا، نوي ساريمو. لاحظوا مزيان، ايمو هي نحن، فوي، فوي اللي هي انتم، فوي اللي هي انتم. ماذا؟ ساريتي، ساريتي هكذا. بوي اخيرا لورو، لورو اللي كان بها هم او هن، لورو، لورو سارانو، سارانو هكذا. كيما كتلاحظوا هنا مزيان، هادو الجمع، جمع نوي، نوي، نوي كنعني بها نحن، ساريمو، ساريمو، ساريمو يعني سنكون، سنكون. فوي ساريتي، ساريتي نتوما غادي تكونوا، ستكونون او ستكون. لورو سارانو، سارانو غادي يكونوا، غادي يكونوا. اوكي غادي يكونوا. اذا هذه في الجمع. في المفرد هادشي اللي درنا قبيله، لكن كما كتلاحظوا التصريف ديال الفتور راه ساهل، ساهل وسهل بزاف. هنا عندكم هاد صار، 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 لاحظوا مزيان هاد صار ما كتغيرش، لا تتغير. هانت صار، صار، صار حتى حتى الاخر، صار، صار. اذن اشنو غادي دير انت؟ يلا غادي تزيد هاد الاخر ديالها، غتزيد او. عندما ملي كتكلم في المتكلم ايو غتقول، غدير او يعني صارو، صارو يعني غادي نكون. الى تكلمتي في المخاطب انت تو، غادي تزيد عليها اي، غتولي ساراي، تو ساراي. الى قلتي لوي هو سارا، غتزيد ا، لكن صار ما كتغير. وهنايا نوي ساريمو، هادي ساريمو كي، لكن صار كما تلاحظوا هاد صار هادي كتغيرش حتى الاخر. هاي صار، صار، صار. نزدت عليها نوي ساريمو، زدت عليها ايمو. فوي ساريتي، زدت عليها ايتي. لورو سارانو، زدت عليها انو. وكاع التصريفات اللي غادي دير كيما بغا يكون الفعل، كتدخل عليه هاد هاد الاواخر هادو، هادو كيتسماو لا ديزينينسا، لا ديزينينسا. كي
الان غتقراو معايا بصوت مرتفع مسموع. اوكي، صوت مرتفع مسموع. اذا يو سارو، يو سارو. عقلو مزيان، كنزيدو او، كنزيدو او فوق العلامه فوق التشينتو. يو سارو يعني انا غادي نكون، ساكون. تو ساراي، تو ساراي، ردو بصوت مرتفع، كنزيدو عليها هاد اي هنا مؤنث مذكر. لوي سارا، رديدو، لوي سارا. شنو كنزيد هنا؟ كنزيد ا بهاد العلامه اللي فوق. لاي هي، حتى هي غادي نقولو لاي سارا، ما كتغيرش، لاي سارا. كي في الجمع، نوي، نوي ساريمو، رديدو معي، ساريمو. كنزيدو عليها ايمو، نزيدو لها ايمو اللي هي هادي، ساريمو. صار ما كتغيرش. فوي، فوي اللي هي انتم، نتوما. ماذا؟ ساريتي، ساريتي. هكذا كتبقى دائما صار. تزيدنا عليها، زدنا عليها ايتي، هادي عليها ايتي. لورو اللي هي هم، هنا سارانو، سارانو. دائما صار، زدنا على صار، زدنا عليها انو. رددوا معي، لورو سارانو، لورو سارانو. اوكي، الورا حنا شفنا دابا الفيربو افيري، غادي نشوفو الفيربو، عفوا شفنا الفيربو استري، غادي نشوفو الفيربو افيري. فيربو افيري يعني فعل امتلاك. غتلاحظو انه هو نفس الشيء، كي غتعقلو غير على هادو، هاد الشيء اللي درنا دابا، هاد هاد الاواخر اللي جبنا هادي. كي تلاحظو مزيان، تعقلو غير على ا، عفوا او، اي، ا، ايمو، ايتي، انو، ودخلها على جميع الافعال كيما بغات تكون، كيفما بغات تكون دخل عليها تما. كي اذا الان غادي نصرفو ماذا؟ فعل الكينونة، عفوا فعل الامتلاك، امتلاك. هكذا لاحظو مزيان، إذا فعل الكينونة في المستقبل، ماذا أقول؟ هذا الفيربو أفيري، أفيري فعل الملكية أو الامتلاك في الحاضر يعني بريزنتي. شنو كنا قلنا؟ أو، أو يعني عندي، يو أو 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 بوحديها، يو أو 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 يعني عندي. تو أي، تو أي عندك. لوي ولا لاي، أ عندها أو عنده. Noi abbiamo, عندنا. Voi avete, عندكم. Loro hanno, عندهم. لكن في الفوتورو اللي هو هذا كتغير. شنو كتولي؟ اللي كتقول io يعني انا، انا شنو كتولي؟ اولا كدير افر، افر، وكتزيد عليها هذه اللي قلنا قبيله اللي قلت لكم ما كتغيرش، تزيد عليها او. شنو غتولي؟ io avrò، io avrò يعني غادي يكون عندي، سيكون لدي غدا مثلا، دوماني او دوبو دوماني بعد غدا، او لا سيتيمانا بروسيما، السيمانه اللي جايه، نفس هادو لا لا ديزينينسا. io avrò، انا. تو افراي، لاحظوا افر ما كتغيرش حتى هي حتى الاخر، ما كتغيرش كاع. اذا هنا غادي تقول تو افراي يعني سيكون لديك او سيكون لديك، لكن بالطالياني ما كتغيرش. لوي افرا، سيكون عنده. لاي افرا، هي سيكون لديها. نوي اللي هي نحن، نوي افريمو، لاحظوا افر افر ما كتغيرش، افريمو زدتي عليها غير ايمو يعني سيكون لدينا. فوي افريتي، افريتي سيكون عندكم، حتى هي ما تغيرش، مذكر ومؤنث. لورو افرانو، هادو غادي نكتبهم لك كده، غادي نكتبهم لك هنا باش يبانو، باش يبانو مزيان. كي اللورا، قلنا ديك اللي ما كاتبهاش هي لورو،
لورو تكتب هكذا لورو كنعني بها هم او هن. كنكتب افر كما قلت لكم افر اللي هي كتمشي كتبقى دائما ما كتغيرش. شنو غادي نزيد عليها؟ انو انو اللي هي هادي انو كي انو ولات افرانو افرانو يعني سيكون عندهم غادي يكون عندهم في الغائب او سيكون عندهن. نرددوا معي رددوا معي بصوت مرتفع نحي هذا الشيء هذا. اذن ايو افرو رددوا معي ايو افرو غادي يكون عندي سيكون عندي تو افراي. وهاد ايو افرو كنقولها انا مذكر وكتقولها حتى انت كتقولي ايو افرو كنقولوش ايو افرا. افرو فيهاش مؤنث ولا مذكر فيها او صافي ذكر مؤنث ايو افرو. تو افراي رددوا معي تو افراي سيكون لديك او سيكون لديك كذلك تو افراي لا ستيسا كوزا. لوي افرا لي افرا لوي افرا لي افرا سيكون عنده لوي سيكون عنده هي. نوي افريمو نوي افريمو سيكون لدينا اللي كنتكلم انا ولا كتكلمي انت دائما كنقولوا افريمو ما كتغيرش. فوي افريتي فوي افريتي يعني سيكون لديكم او سيكون لديكن هنا مؤنث مذكر ما كتغيرش كي. واخيرا لورو افرانو لورو افرانو يعني غادي يكون عندهم غادي يكون عندهم لورو افرانو. اذن اخواني اخواتي غادي نشوفوا دابا فيربو بارلاري فيربو بارلاري اللي كيسري باري حتى هو كيفاش كيتصرف بارلاري ها هو هذا فيربو بارلاري كما تلاحظوا هنايا في الفوق الفوق اري كيسري باري بارلاري حتى هو ساهل ساهل. وكما قلت لكم كنحتفظوا بهاد هاد لا ديزينين حتى ما كتغيرش او اي ا ايمو اتي انو لا تتغير لا تتغير. كنقول يو بارليرو انا ساتكلم انا ساتكلم يعني انا غنتكلم غدا انا ما نقول والو دابا لكن غدا غنتكلم ساتكلم يو بارليرو. كنكتبوا تقريبا كلمه كامله شنو كنغيروا فيها هاد ا اللي عندكم هنا ديال اري ديال بارلاري غادي نحاول نكتبها هنا مزيان باش تبان لكم مزيانه. لاحظوا مزيان لاحظوا مزيان اللي كنقول الفعل هو بارلاري ها هو بارلاري هو الفعل يعني الاصل ديال الفعل هو هذا الانفينيتو الانفينيتو كي فعل الانفينيتو باش كيسالي كيسالي باري كيسالي باري. انا غادي نحتفظ بهذا الشيء كله ما نحيد حتى شي حاجه منه لكن غادي نغير غير اسمه الحروف. عندما اقول مثلا نتيمو عندما اقول ايو هي انا هاد بار ما كتغيرش بارل هادي ما كتغيرش تبقى حتى الاخر حتى الاخر. اش غيتغير هادي هادي اللي ا فعاود ا شنو غادي دير هنا غادي دير غادي دير اي اي ا غادي تولي اي ار غتبقى وهادي شنو غادي تولي غتولي او غتولي او كي نطق بها ايو بارليرو يعني ساتكلم ساتكلم لكن او خص تكون فوقها العلامه. لاحظوا مزيان او هنايا بارليرو ها هي بارليرو شنو زدنا زدنا او
هنا ديك ارا ولات اي، اذن ايو بارليرو وغتمشي هي هذيك، غادي ديما تبقى غادي هكا، غتغير غير الاخر تبقى كلها هكذا بارلير بارلير بارلير، وتزيد عليها غير لا ديزينانس هادي هي لا تيرمينيزون. اوكي، اذا ماذا ساقول؟ ايو بارليرو ساتكلم، تو بارليراي بارليراي، انت ستتكلم وانت غادي تتكلم. لاحظوا هادي ما تغيراتش، هادي ما تغيراتش. لوي بارليرا، لاي بارليرا، هو سيتكلم، هي لاي بارليرا ستتكلم. دائما تحت هنا ملي كنقول نحن نوي، نحن نوي بارليريمو، زدنا غير ايمو، هنا بقات هي هذيك. فوي بارليريتي، زدنا غير ايتي ايتي. وملي قلت اسمو لورو، لورو شنو غنقول؟ لورو هكذا حتى هي ما كتغيرش. بارلي رانو، بارلي رانو، انو تي لورو بارلي رانو، لورو بارلي رانو. شنو زدت هنايا؟ ستا انو، هادي كتبقى بحال الاخرين، هادي كتبقى بحال الاخرين، يعني هادي بارلير. اوكي انا غتنطقوا معايا ايو بارليرو، ايو بارليرو ساتكلم انا، او تنتي تنتي غادي تقولي ايو بارليرو ستيسا كوزا. تو بارليراي، تو بارليراي، انت او انت ستتكلم، غادي تتكلم او انت ستتكلمين، لكن ما كتغيرش الطليانيه. لوي بارليرا، لاي بارليرا، هو سيتكلم هي ستتكلم. نوي بارليريمو، نحن سنتكلم. فوي بارليريتي، انتم ستتكلمون. لورو ماذا؟ بارليرانو، لورو بارليرانو، هم سيتكلموا او هن سيتكلمنا. يصح فيها الوجهين مؤنث ومذكر. اوكي اذا اخواني اخواتي، وصلنا النهاية ديال هذا الفيديو هذا، لكن حتى ان شاء الله غادي نديروا التطبيقات التمارين باش نعاود نزيدو نوضحو، ومن بعد غادي نديروا الافعال اللي هي تخدع لواحد التغيير. كتخدعش للتغيير اللي درنا حنا ساهل، كيتقلب. حتى غادي نشوفوها على صيغه التمارين، وغادي نوضح لكم في التيك توك ان شاء الله مع السبعه، ونعاود ندير لكم عاوتاني في اليوتيوب باش تكون فائده عامه. اخواني اخواتي ما تنساوش، جزاكم الله، ديروا لي لايك، سيرتو سيرتو ديروا لنا لي لايك باش تدخلوا عندنا الناس، سيرتو جزاكم الله خيرا. كي ديروا نتوما بحساب هاد التمارين اللي كنديروا، هادشي هذا راه كان لاننا نط الصباح بكري باش درت هادشي وجدتو، ودرت المباشر، وانا درت لكم اسمو في اليوتيوب لان راه كنتابعو داكشي. هاد دابا هاد الفيديو هذا اللي سالوتو خصني عاوتاني ندير له المونتاج، ونقادو ونكتب داكشي الاخر، واحد باش نصيفطو. يعني اخواني اخواتي، تشوفو غدا ان شاء الله بحول الله مع السبعة في التيك توك. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.